تجربة تقديم أرض المليون تسوى مليون. ذكريات كثير والله، ذكريات أول يوم وصلت، ذكريات كيف تعرفت على الناس الموجودة هنا، ذكريات أول ما شفت المشتركين المية، كيف أني قاعد أحاول وكنت أتأقلم على المكان اللي أنا حعيش فيه لمدة تقريباً 40 يوم. تجربة بشكل عام عظيمة وفريدة صراحة، فممتن. أكثر شيء متذكره لما طلع العم حسين، وش إنه كان هو كان أكبر مشترك على أرض المليون، لما لحقوا محمد وقال أنا ما حرضى إنه العم حسين يطلع لحاله وأخاف يضيع لما يوصل على ديرته هناك في العراق. المشتركين كيف إنهم كانوا يتنافسون ما بينهم، كيف التحولات اللي تصير، إنه في واحد يكون ما عنده الأسوار واحد ويكون يعني متخفي كذا وهادي ورايق، بعدين فجأة يصير عنده أساور كثير ويتحول، وهنا نتعلم إنه الفلوس تغير النفوس. فتجربة اجتماعية صراحة فيها ذكريات كثير مع المشتركين، وأتوقع إنه كل المشاهدين حيشوفونها حيحسوا بنفس الشيء. وعلاقتي بالمشتركين ما كانت علاقة حميمية أو كلوز مرة، لأنه بحكم طبيعة البرنامج فلازم يكون في بيني وبينهم مسافة خطوة ونص، فالخطوة ونص هذه لازم نحافظ عليها. أي نعم ننبسط معاهم، نضحك، ننكت، نبكي معاهم، نفرح معاهم، بس لازم هذه المسافة تظل موجودة عشان البرنامج يوصل للمكان اللي احنا نبغاه. بس بشكل عام هم ناس لطاف، ناس عندهم قدر كافي من العزم والإصرار انه يكونوا موجودين بهذا المكان ويتحدون أنفسهم. أكثر شيء كنت أستمتع فيه لما أوقف قدام المشتركين كلهم وأبدأ طالع فيهم وطالع في عيون كل أحد فيهم، يعني أبدأ أحس أنه الهوست والمايسترو في الشو كذا قاعد. بالنسبة لي كل التحديات اللي مريت فيها من صعوبات وأشياء ماني متعود عليها في حياتي، أعتقد أني راح أفقدها بنوعاً ما، وهي بحد ذاتها هي متعة أصلاً. فالواحد بس لا يأخذ الموضوع بشكل سلبي ويقول هذا شيء ما أبغاه ولا ما أحبه ولا ماني متعود، لا، استمتع فيه، عيش المتعة. بالنسبة لفريق العمل، شكراً لكل شخص فيهم، كل أحد باسمه صراحةً، كل المجهود اللي قاعدين يسوونه هذا نتيجته. أنا أعتبر نفسي كهوست للبرنامج، أنا أعتبر نفسي أقل واحد أعطى مجهود فيهم بصراحة. أنا قاعد أشوف قديش الناس قاعدة تتعب هنا، وقديش في بشر وراء الكاميرات قاعدة تطحن ليل نهار وتشتغل وتتعب، فمهما شكرناهم ما رح نوفيهم حقهم صراحة. شكراً لـMBC على أنه أعطتني هذه الثقة وأكون أنا الهوست لهذا البرنامج. شكراً للمتابعين، المشاهدين، لكل أحد قاعد يتابعنا ويشاهدنا على شاشة كل العرب، المشتركين المية اللي كانوا موجودين وما حالفهم الحظ. بقول لهم أنه هذا مو نهاية طريق، أرض المليون تسقلك أكثر، تصنع منك نسخة أفضل منك من نسختك الحالية. انطلق للحياة، وأنا متأكد أنه مهما واجهت من صعوبات وتحديات ما راح تشبه صعوبات أرض المليون، فبالتالي راح تقدر تتجاوزها وتتعداها بسهولة.